هنعمل كوبة باللبن او كوبيبة باللبن او كوبة لبنية عايزين تسموها زي ما انتم عايزين. هي بتتعمل بصوص لبن زبادي. المقادير بتاعتي: نص كيلو برغل بياخد ربع كيلو لحمة مفرومة. خدوا بالكم الكوبيبة المقلية كان كيلو البرغل ليه ربع كيلو لحمة مفرومة، هنا اهو نص كيلو البرغل ليه ربع كيلو، يعني كيلو البرغل ليه نص لحمة مفرومة. بصلاية نص معلقة بهارات مشكلة، ملح وفلفل. مين معايا؟ يبقى نص كيلو برغل مع ربع كيلو لحمة مفرومة. اللحمة المفرومة تبقى حمرا، خدوا بالكم ان اللحمة المدهننة بتخلي الكوبيبة تفك. بصلاية نص معلقة بهارات، ملح وفلفل. صوص اللبن بتاعي عبارة عن كيلو زبادي مع كوباية مية، معلقتين كبار نشا، نص راس ثوم، حزمة كزبرة خضراء، ونص معلقة تارجون، وده اختياري اللي هو بيسموه طرخون. التارجون اللي هو الطرخون، الله يمسيها بالخير سمية صاحبتي كانت أول واحدة علمتني الكوبة اللبنية زمان، تقول لي ما تتعملش من غير الطرخون اللي هو التارجون. بس طبعا مش موجود في مصر، وحتى اللي موجود في مصر مش هقول لكم ان طعمه وريحته حلوه زي بره، بس احنا بنقول بقى الكزبره الخضراء وخلاص. هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي اول حاجه هنعمل كوبيبه، بس انا هحط الصوص على النار، عايزاه يغلي غلوتين قبل ما اصب فيه كوبيبه. ادي الزبادي، بسم الله الرحمن الرحيم، الميه السخنه والنشا. وبالمضرب السلك هقلبهم ممكن بدل الميه تحطي شويه لبن. النشا ليه بقى؟ علشان الزبادي ما يفرولش. الزبادي لو انت حطيتيه على النار من غير نشا هيفرول معاكي، فلازم النشا عشان ما يفرولش معاكي. انا هخليه يغلي غلوتين قبل ما احط فيه الكوبيبه علشان تستوي. خلاص واغليه، اخليه يغلي شويه يا مدام هيام. السلام عليكم حبيبه قلبي. عليكم السلام، سلامتك الف سلامه. اهلا بيك، الحمد لله يا حبيبه قلبي، تسلمي لي. ودايما يا مدام ايه منوره كده اهوت، ما شاء الله عليك يا حبيبه قلبي. الله يخليك يا حبيبتي، ما نتحرمش من حضرتك. وبشكر مدام كريمه والف شكر، وببارك لها الف مبروك لابنها نجح في الاعداديه. يا رب عقبال كل ولادي يا رب ان شاء الله. يا مدام ايه بصراحه معرفه الناس كنوز طبعا. مدام كريمه دي ربنا اكرمني بيها، انسانه لذيذه جدا وفي اسكندريه وهي بعيد وانا بعيد، ربنا جمعني بيها ما شاء الله عليها، الحمد لله. ربنا يحميكم يا رب. معرفت الناس كنوز والله، الحمد لله. طبعا والصديق الحقيقي ده ما يتعوضش ابدا بجد. وربنا يخلي قناه الحياه والقائمين عليها، اتعرفنا على ناس حبايب كتير منها الحمد لله. الحمد لله، معرفت الناس كنوز فعلا. طبعا سلم ايدك يا مدام ايه، وربنا يخلي لك الدكتور وتملي منوره في تالق وشياكه كده. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك. ربنا يخليكي، شكرا لحضرتك. العفو حبيبه قلبي. هنيجي بقى نعمل الكوبيبه. بصوا انا خليني ايه اطفي عليها اضمن مدام ما ننساها. البرغل بنغسله ونصفيه، ما بعصروش، بسيبه 5 دقايق، يعني انا عملته في الفاصل. بصوا اهو فتح، مش محتاج ان انا انقعه خالص. البرغل لما بيتنقع ممكن يفتح معايا اهو. هاجي احطه في المفرمه، بسم الله الرحمن الرحيم، مع شويه لحمه قدام. طيب اوكي، انا هخلطهم الاول هنا اهو قدامك، بعد كده هحط. وادي البصله، بخلط المقادير كلها، وادي البهارات اجيبها كده اهو. هلبسها علشان اخلطها كويس، اعملها بايدي الاول هخلطها، وبعد كده هبتدي افرم. هديها وشين على الاقل، ممكن تديها الوش الثالث لو انت خايفه انها تفك منك. انا هديها وشين. اجي هحط هنا شويه لحمه مع البرغل اللي انا حطيته.
الكوبا باللبن دي بتبقى حلوه جدا لو اتحط معاها عين جمل، يعني لو انت حطيتي في الحشوه عين جمل بتبقى حلوه قوي. بس طبعا ده للي عايز، لو مش عايزه مش مشكله، بس هي اصولها يتحط فيها عين جمل مفروم خشن مع اللحمه في الحشوه. يا ام اسلام. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام ايه؟ الحمد لله حبيبه قلبي، ربنا يخليكي. الحمد لله دايما منوره يا رب كده. ميرسي يا قمر، تسلمي لي. تسلم ايدك على كل اللي بتعمليه. الله يخليكي حبيبتي. الله يكرمك. انا ليا سؤالين بعد اذنك. اتفضلي. الكبيبه هي ليها الكيلو البرغل ربع كيلو لحمه؟ حسب الكبيبه، لو المقليه كيلو البرغل ربع لحمه. ليه؟ ربع كيلو؟ ليه؟ ايوه، لان الكبيبه ممكن تحط لها نص كيلو، بس لما تبرد هتبقى طريه. انا عايزاها تبقى مقرمشه، يعني هتبقى حلوه برضو لو كيلو تحط له نص كيلو لحمه مش هتبقى وحشه، بس صدقيني دي طريقه جدتي. جدتي الله يرحمها كانت احلى كوبيبه بتعملها. الكوبيبه بعد ما تبرد، يعني انت حمرتيها مقرمشه، تبرد تلاقيها طريت عشان اللحمه كتيره، فلما تقللي اللحمه في القشره بتبقى احلى كتير عشان تفضل مقرمشه معاكي وقت طويل. السؤال الثاني. بقول لحضرتك عينيا، الوش طبعا ربنا يكرمك، انا شفت امبارح طبعا انا لما جبت المفرمه ما اعرفش طبعا الوش ده ان هو بتاع تصفيه الكبيبه. الوش ده لما بتحطيه بيبقى على السكينه ولا بشيل السكينه؟ لا بشيل السكينه منها. طيب خلاص، شكرا. بس بتخلي الحلزونه اللي جوه بتلف بتخليها، بس شكراً بتشيل السكينه. العفو حبيبتي، العفو. اهي بسم الله الرحمن الرحيم، اهي زي ما قلنا هنفرمها وشين على الاقل، يعني وشين على الاقل. اهي حطيت لها البهارات، الملح والفلفل والبصلايه. البصلايه لو انت هتبصريها او تفرميها لازم تعصريها كويس عشان انا مش عايزه ميه. بصوا انا مش هفرمها كلها برضو، هفرم شويه صغيرين عشان الوقت، احنا مش محتاجين نعملها كلها لان انا جايبه معايا جاهز عشان الوقت كده. اهو اهي، وهروح حطاها عشان تتفرم تاني. انا هجيبها بس كلها علشان كده اهو. بصي انت لو كميه كبيره هتكببيها كده اهو وترصيها جنبك عشان تاخدي واحده واحده تنزليها على طول، هيبقى اسهل لك كتير. بس طبعا عشان انا كميه قليله بروح اعملها كده على طول، بس لو كميه كبيره كببيها وخليها جنبك في صينيه وبعدين نزليها. اهي ده كله برغل اصفر اللي هو عندنا هنا في مصر. في نوع معين ممتاز انا ممكن ابقى اقول لكم على الفيسبوك ايه هو، في نوع انا ما بستعملش غيره بصراحه. لو لقيت البرغل السوري الاحمر حلو جدا، بس ده بقى لازم اللحمه تبقى قليله في القشر. يعني انا عندي برضو واحده صاحبتي من السوريات بتستعمل البرغل الاحمر ده لوحده من غير لحمه خالص، بتبقى مقرمشه فظيعه. بس انا عن نفسي بحب احط فيها شويه لحمه في القشره. هاجي هنصبحها كده عادي. انت ممكن تبلي ايدك في ميه خصوصا لو انت مبتدئه علشان تطلع معاكي كويسه. انا طبعا مش هعملها دلوقتي بمكنه ولا حاجه، انا هعملها على طول علشان الوقت بتاع الحلقه. اهي، وزي ما قلنا الاحلى ان يتحط فيها عين جمل علشان تطلع حلوه. مش عايزه تحطي طبعا، ده مش اجباري، دي حاجه اختياري. البوزه بعملها قلنا بين الصباعين دول. خدي بالك ما تكونش مشققه علشان لو مشققه، يعني انا لسه مشققه هنا دي، لو انا حطيتها في الزيت او في الميه هتفتح معايا. لازم اقعد اعملها كده اهو علشان اشيل اي تشققات فيها، علشان التشققات دي هتخليها تفك.
الكوبه اللبنيه الافضل انك تحطيها في الفريزر قبل ما تشتغلي بيها. يعني اهي خلاص ادي الكوبيبه. في حاجه من اتنين، يا اما هتحطيها كده وزي ما هي، يا سوري بس تكون مجمده، يا اما هتحمريها نص تحمير. انا ما بحبش احمرها نص تحمير، بس في ناس جديد عرفت انها بتحمرها نص تحمير او بتحمرها كامل قبل ما تحطها في اللبن، بس انا بصراحه ما بعملهاش كده. انا هوريكم، انا عايزاه بس يغلي، الزبادي يغلي اهي، دي هنحطها هنا اهو، الزبادي يغلي علشان ايه اسقط فيه. انا هحط الملح، احنا حطينا ايه النشا والميه مع الزبادي. ممكن تستعملي لبن رايب على فكره، يعني ممكن بدل الزبادي يتحط كيلو لبن رايب اهو. عايزه ابص على الرز، بسم الله الرحمن الرحيم. بص الرز بقى كده اهو، لما يجي يتقلب هيبقى فظيع، هتلاقوه الوانه فظيعه، بس انا هقلبه في الاخر. الكوبيبه انا فرزتها حطيتها في الفريزر يعني قبل ما احطها في اللبن الزبادي اهو، هيبتدي يغلي تاني. ما ينفعش ان انا احطها فيه وهو لسه مغليش، علشان برضو ما تفكش معايا بعد كده. الكوبيبه دي هتقعد تغلي 10 دقايق او ربع ساعه على النار في الصوص ده، فلو الزبادي مش مغلي من الاصل مع كتر الغليان هتفك الكوبيبه مني، هتلاقيها اتشقق، فما ينفعش. عشان كده انا مستنيه انه يغلي الزبادي تاني اهو، ابتدى، بس انا برضو عايزاه يغلي كويس. حطينا، وزي ما قلت لك بصي بقى كمان في سر حلو قوي، لو انت عايزه بقى الصوص كريمي قوي، نص كوبايه كريمه كده في مع الصوص ده بيطلع خرافي للي تحب، لكن هي اصولها كده اهو من غير كريمه، بس نص كوبايه كريمه معاها بتدي طعم رهيب اهي. بصوا غلي كويس قوي اهي البقليل، هبتدي احط الكوبيبه. بسم الله الرحمن الرحيم اهي كده، هي الحله كبيره فلازم هنقلها في حله اصغر عشان تبقى متغطيه، هنقلها في حله اصغر عشان ما اقعدش اقلب كل شويه، مش لازم تتقلب كتير كده اهو. لما ترجع احنا حطيناها طبعا هي ساقعه، بصوا اهي ابتدت تغلي، هغطيها واوطي عليها خالص، وفي الاخر هنعمل لها التقليه بتاعتها، هنغطيها ونخليها تستوي، نهدي النار تحتها. وخدش بقى بالك كل شويه هتهزي الحله كده، ما تقلبيهاش، ههز الحله عشان الكوبيبه ما تلزقش في قعر الحله، لكن انا لو قلبتها هتتعجن معايا. انا هعمل قوارب الكوبيبه بسرعه قبل ما اطلع فاصل. انا عندي عجينه الكوبيبه اهي، انا عملتها خلاص، هاجي اعمل شكل تاني من الكوبيبه كتقديم، في التقديم بيبقى حلو لو انا عندي ضيوف عايزه نوع من مقبلات حلو كده اهو، بعجنها كويس سوري كده اهو، وبعد كده بصوا اهو بندورها كانها حبه كوبيبه هعملها. فاكرين الفطاير التركي اللي عامله زي القارب؟ هي بنعملها كده اهو، اهي بعملها زي القارب وهقليها واحشيها وهي مقليه كده اهي، بس لازم يكون لها حرف شويه علشان الحشوه جواها كده اهو اهي. بس بصوا دي شققت كده اهو، فلازم اروح عجناها مره ثانيه عشان ما ينفعش انها تبقى مشققه كده، هيبقى شكلها مش حلو، لازم تبقى ناعمه مستويه تماما علشان اهي. ارجع اعملها، بسم الله الرحمن الرحيم كده اهي، زي القارب اعملها اهي، وبعدين برضو ممكن تحطيها في الفريزر شويه علشان يفضل شكلها زي ما هو كده اهو اهي، وبعدين بنحمرها في الزيت اهي. بعد ما بتتحمر بتطلع بالشكل ده، وقبل ما بتتحمر ده خلص، ده ني هحطه
هحطهم دول في الزيت. خلاص هحط اوكي خلاص. ادي دي الكوبيبه النيه ودي الكوبيبه اللي انا لسه ما قلتهاش. نجيب الاول النيه دي مستويه اهي، دي هقليها في الزيت بحيث يبقى شكلها كده اهو لما بتتقلي. خلاص هنحطها في الزيت، نحطها في الزيت لو سمحت يا احمد. نقليها وانا هبتدي احشي دي. هقول لكم بس المقادير، احنا ما قلناش المقادير على فكره بتاعتها. هنقول المقادير بتاعتها، هي عجينه الكوبيبه اللي احنا عملناها للكوبه اللبنيه عادي جدا، بس الحشوه بتاعتها هزود فيها زبادي وممكن ازود فيها مايونيز لو انتوا عايزين. قوارب الكوبيبه بصوا هيبقى مقدار من عجينه الكوبيبه اللي انا عملته للكوبه اللبنيه، وهحط معاه لحمه مفرومه برده معصجه زي الكوبه اللبنيه. هزود عليها بقى علبه زبادي، معلقه كبيره مايونيز للي عايز، ممكن ما تستعملش مايونيز، وهستعمل سماء وهستعمل ورق ريحان او نعناع عشان الديكوريشن. تاني مقدار من عجينه الكوبيبه الكوبه اللبنيه ولحمه مفرومه معصجه وزبادي، علبه زبادي ممكن اخلط معاها مايونيز وهرشها بسماء وشويه ريحان او نعناع الموجود. بس انا هنزل الميه بتاعت الزبادي مش محتاجاها كده اهو، واجي احشي الكوبيبه باللحمه. لو ممكن طبق يا احمد لو سمحت نرصها فيه كده اهو. اللحمه دي تكون متبهره كويس، يعني بهارات اكسترا عن العادي. يا ريت ننزل بالمقادير الكوبيبه دي على الشاشه اهي كده اهو. بعد كده هجيب معلقه تانيه وهخلط المايونيز مع الزبادي. بسم الله الرحمن الرحيم. هخلط المايونيز مع الزبادي وبعدين هروح حاطه شويه في النص. شويه في النص، اكيد مش شايفه من ده اهي اهو اوكي كده اهو. وبعدين باجي بقى السماء، رشة سماء صغننة في النص كده في النص، وكده رشة سماء اهو. احنا مش حاطين سماء خدوا بالكم في اللحمة المفرومة دي غير بتاعة الكوبيبة المقلية. الكوبيبة المقلية السماء بيبقى معاها فظيع. وبعد كده اهو هروح اقطع ريحان او نعناع كده، ورقه للديكوريشن مجرد شكل اهي، وبنرصها في الطبق اللي هنقدمها فيه. شايفين بتبقى حلوه ازاي؟ وهي هي نفس الكوبيبه، ممكن تعمليها كمان بالكوبيبه بقدار الكوبيبه المقليه، يعني لو عامله اي نوع كوبيبه هيفهم معاكي الشكل ده. كوبيبه يعني الكيلو البرغل اللي عملتيه بربع كيلو لحمه، عملتيه بنص كيلو لحمه، واتيفر عملتيه بايه هينفع معاكي. اعمليها بالشكل ده وقدميها، بيبقى كنوع من مقبلات قوارب كوبيبه حلوه جدا. انا عايزه ابص على لسه بصوا اهي بتغلي. بهدي بقى النار اكتر، بهدي النار عليها اكتر عشان ما تفتحش. لو النار عاليه هتفتح معاكي الكوبيبه اهي. بخليها تستوي على الاقل 10 دقائق ربع ساعه تستوي، وبعد كده ببقى بعمل لها قدحه الثوم والكزبره. ونعمل الكوبه اللبنيه، نعمل لها القدحه بتاعتها التقليه بتاعتها. التقليه بتاعت الكوبه اللبنيه، ما الكوبيبه دي لازالها تقليه مش هتتاكل كده. خلاص بشيلها من على النار وباجي بحط شوية زيت مثلا ومعلقة زبدة. بسم
الله الرحمن الرحيم. شوية زيت، هحط الزيت الأول مع الثوم الأول. لغاية لما الثوم يسخن شوية. حتى لما اجي اعمل ملوخية او بامية او اي حاجة بتحتاج تقلية، انا بحب الثوم يبتدي يشكشك الاول، بعد كده احط له الكزبرة سواء ناشفة او خضرة. يعني مش بس في الوصفة دي، لما باجي اعمل اي حاجة فيها كزبرة وثوم بخلي الثوم يسخن قوي ويشكشك، بعد كده بحط الكزبرة. ادي الزبدة، بسخن الزيت الاول بعد كده بحط الزبدة. لسه الثوم ابيض، هي ريحته ابتدت تطلع بس هو ستيل لسه ما شكشكش، ما عملش بقليل كده علشان ابتدي احط الكزبره. هكون مجهزه الكزبره وفرماها، الكزبره الخضراء اهو شايفين ابتدى التوم يسخن، ابتدى يغلي، لازم يتقلب علشان ما تجيش حته تغمق من التوم وعن الباقي. دلوقتي بقى اهو اروح حاطه الكزبره، مش كلها، هسيب شويه صغيرين عشان الديكوريشن في الاخر. لو هستعمل تاراجون هحطه مع الكزبره اللي هو الطرخون، مع الكزبره اشوحها، بشوحها لغايه لما التوم يصفر اهو. كده اهو بصوا يا جماعه، هي الميه دي دافيه بس لما تحط اللي هي بتاعت الفراخ، لما اتحطت الفراخ فيها الميه طبعا حرارتها نزلت، اهي ريحه ريحه الثوم والكزبره فظيعه. انا بحب جدا تقليه الثوم والكزبره الخضراء. اهو ابتدى الثوم يصفر، هو ده اللي انا عايزاه، مش عايزه اكتر من كده، مش عايزاه يبقى محمر عشان ما يمررش. واروح حطاه بسم الله الرحمن الرحيم على الكوبيبه، وبالراحه بالراحه بسباتشولا، بصوا بسباتشولا مفروده مش معلقه مدوره كده، اروح مقلباه بالراحه عشان ما تفكش، علشان ما تفكش. انا جايبها لكم هنا عشان احسن تشوفوها، اهي اهي. يا ريت نجيب الكوبيبه، الكوبه اللبنيه لو سمحتوا، نجيب الكاميرا بس تجيبها، ما علشان تبان. ده انا جايبها لك هنا عشان تبان اهو. كده اهو غلي التاني، بعد ما حطينا عليها الكزبره والثوم هشيلها هجيبها هنا عشان اغرفها اهو. انا هغرفها في اطباق صغيره، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط مثلا 3 في كل طبق وعليها الصوص، وهتزوقيها بقى بلوز، هتزوقيها بسنوبر، هو الاصول سنوبر، بس لو مش عايزه سنوبر او غالي ممكن ما تحطيش حاجه خالص. يا مدام روحيه، ازيك يا مدام ايه؟ ازيك، عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يخليك يا مدام ايه. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، دايما منوره الشاشه. تسلمي يا رب، تسلمي لي يا رب. بص انا بقى لسه داخله وما شفتش حاجه وعايزه الاعاده يا مدام ايه. ايه رايك؟ الاعاده يا عماد امتى؟ اللي اعرفه انها الساعه 6 الصبح. لا انا زعلانه قوي والله. لا والله ما نقدرش على زعلك. عيني، انا هعيد الوصفات في الاخر، هعيدها لك تاني من عينيا الاثنين. حاجه الاعاده يا مدام ايه، انا بحبك واشوفك وانت بتعملي. الله يخليكي، عينيا الاثنين، عينيا الاثنين والله. هنقول لهم تاني على حكايه الاعاده دي وان شاء الله يعيدوها لكم باذن الله. انا كده اهو همسح بس الطبق علشان ايه، اهي 3 في كل واحدة، وبعدين هنحط عليهم بقية صوص الكوبيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي اهي كده اهو، وبترش عليها بقى رشة كزبرة في الآخر. عايزه تحطي سنوبر اوكي، مش عايزه تحطي حاجه مفيش مشكله،
هي كده كافيه يعني، اصلا شكلها وريحتها فظيعه. بعدين اهو انا هحط اجيبهم بس كده، رشة صنوبر على الوش. دي الكوبة اللبنية او كوبة باللبن، انا بقول كوبة باللبن واحمد بنسميها كوبة لبنية، مش مشكلة المسميات، المهم جميلة وحلوة هتعجبكم جدا جدا لو جربتوها.